السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. اليوم جبنا وضعيات إدماجية دي برودكسيون إكريت لسنة أولى متوسط عن التغذية لاليمونتاسيون. ألوغ باغ إكزومبل في السؤال تاعك هو غادي يعطيك مقدمة، أنت دائما تروح لل إكري أن كور تكست دون لوكيل تو إكسبليكرا ولا بور إكسبليكي، روح مر كلمة إكسبليكي غادي تلقى الموضوع تاعك. يقول لك كاسكون l'alimentation saine ou l'importance de l'alimentation saine ou là les dangers de la malbouffe. Donc, tu as le nom de qui l'alimentation saine et équilibrée. Ça veut dire que les là expliquent l'alimentation saine et équilibrée. Donc, pour grandir et rester en bonne santé, notre organisme, le jisme, a besoin d'une alimentation tardive ou variée et riche. Variée, mutanawe, riche, rani, vitamines, bien sûr. Alors, les aliments bénéfiques à notre santé doivent contenir. Qu'est-ce qu'une alimentation saine? دونك لازم نقولوا انا مما تتكون هذا الغذاء، هذا النظام الغذائي الصحي المتوازن. الوغ 5 فروي اي ليغوم بار جور، 5 فروي اي ليغوم، خمسه فواكه وخضر في اليوم. دي فيكولون، اطعمه نشويه، نشويات. حطيت هنايا قال لك كي تكتب دون اون ديفينيسيون دون دي زيكزامبل، هادو اكزامبل مثال على النشويات. قلت غي بان بات اللي هما دي فيكولون، دي بروتين بروتينات كم يعني ليكزومبل تقدروا تلقاوه بين قوسين ولا تلقاوه بعد عبارة كم ولا تال ولا تال كو، هذا هو ليكزومبل. كم وعطيت مثال على البروتينات، بروتين قلت لا فيوند اي لو فروماج اللحم والجمل. اون فابل كونتيتي دو غرا اي دو سكر، يعني قال لك كمية قليلة من الدهون والسكر. Enfin, il faut boire beaucoup d'eau. وأخيرا لازم نشرب ماء كثير. دونك هذه الوضعية تهضر على ما هو النظام الغذائي المتوازن. النظام الغذائي المتوازن. La malbouffe. الوضعية الثانية عن la malbouffe. La malbouffe هي الغذاء الغير صحي، الوجبات السريعة. وكامل ناكلوا الوجبات السريعه. alors يقول لك rédige un texte dans lequel tu expliqueras les dangers de la malbouffe ou les conséquences et les dangers de la malbouffe، يعني نتائج واخطار هذه الوجبات السريعه. donc la malbouffe، اللي داير الترجمه بالعربيه من تحت اللي يبغي يدير بوز يكتبها la malbouffe. غادي ندير، هو يقول لك لازم في الوضعيه تاعك تحط une définition par exemple، تحط des exemples. ينجم يقول لك حط une proposition subordonnée relative. D'accord؟ Donc, la définition تاع la malbouffe est un ensemble d'aliments très mauvais pour notre santé. Donc, هذه c'est définition. تعريف تاع la malbouffe. ما هي الوجبات السريعة. Alors, quelles sont les conséquences et les dangers de la mauvaise alimentation? La malbouffe, هي la mauvaise alimentation. Donc, انا باش ندير ما نديرش التكرار ونقول هنا la malbouffe ونزيد هنا نقول les dangers de la malbouffe، قلت de la mauvaise alimentation. هنا سي لا فاز دو كيستيونمون، حطيت سؤال يعني عطيت تعريف اون ديفينيسيون، من بعد عطيت سؤال وهو قال لي في السؤال هذا لي كونسيكونس اي لي دونجي de la malbouffe. غادي تلقاه في السؤال يقول لك اكتب عن la malbouffe ولا les conséquences et les dangers. دونك كتبتهم انا في la phase de questionnement. قلت manger trop gras trop sucré، واش معناتها la malbouffe؟ يعني ناكل بزاف دهون، ناكل بزاف سكريات. دونك manger trop gras trop sucré peut provoquer des maladies graves comme l'obésité, le diabète, des troubles de concentration نعم كاش فاصله et des dépressions. alors قلت باللي انه كي ناكل بزاف غرا وبزاف سكري بروفوكي اللي معناتها كوزي
ولا انجندري يسبب دي مالادي غراف امراض خطيره كم بنعطي مثال ان اكزومبل لوبيزيتي لو ديابيت لوبيزيتي السمنه لو ديابيت السكري دي تروب دو كونسنتراسيون اللي هي صعوبه التركيز دي ديبرسيون كالاكتئاب ومن بعد نحط الخاتمه دونك il faut lutter contre ce problème لازم نحاربه ضد هذا المشكل pour être en bonne santé باش نكون بصحه جيده par des repas équilibrés et riches en vitamines. كيفاش نحارب هذه المشكلة؟ بأكل يعني وجبات متوازنة وغنية بالفيتامينات. تقدر دير بوز وتكتب. نروحوا للوضعية اللي بعدها اللي هي l'importance du petit déjeuner. Le petit déjeuner اللي هو فطور الصباح. يقول لك écris un texte dans lequel tu expliqueras l'importance du petit déjeuner. حطيتها في العنوان ونقدر ثاني نحطها في لا فاز دو كيستيونمون اللي هي السؤال دونك اول شيء ندير تعريف لو بوتي ديجوني دائما هاو التعريف نديره اي لو فيرب اتر واش هو هو وجبه دونك اي لو روبا لو بلوز امبورطون دو لا جورني اهم وجبه في اليوم مي بوركوا ايتيل سي اسونسييل دونك انا امبورطونس اللي هي امبورطون الصفه في السؤال درت المرادف تاعهم اسونسييل داكوغ ما بغيتش نعاود كلمة امبورطون سي لا فاز دو كيسيونمون من بعد نروح نمد ما هي يعني أهمية هاد لو بوتي ديجوني سو روبا لو بوتي ديجوني وأنا قلت سو روبا هذه الوجبة باش نتفاداو التكرار نو دون دو لينيرجي نيسيسار بور كومونسي نوتر جورني اون بون فورم يعطينا لينيرجي الطاقة المهمة باش نبدا لا جورني تاعي اليوم تاعي اون بون فورم بصحه جيده اون بلوس يعني مش هو الاهميه الثانيه لي جون كي برين لو بيتي ديجوني سون اون ميور فورم مونتال كرياتيف اي كونسونتري قلنا الناس الاشخاص اللي يتناولوا الوجبه لو بيتي ديجوني كيفاش يكونوا يتمتعون بلياقه عقليه فورم مونتال لياقه عقليه افضل وابداع كرياتيف وتركيز يسون كونسونتري مركزين لهذه الاسباب واش هو السبب لينيرجي باسكو يعطينا الطاقه باسكو يعطينا لا فورم مونتال ونكونو كرياتيف اي كونسونتري بور سيت ريزون ولا بور سي ريزون نديرو اس هنايا بور سي ريزون وهنا اس بور سي ريزون لهذه الاسباب اي دوا تيتر اكيليبري اي فاريي شكون هذا اي سي لو بوتي ديجوني لازم يكون متوازن اكيليبري فاريي متنوع ها ونحط واش يكون لازم فيه درت نقطتين يعني غادي نمد امثله على هاد لو بوتي ديجوني اكيليبري اي فاريي ان برودوي ليتي يعني تكون عندي حاجه من مشتقات الحليب ان فروي اللي هو فاكهه ان برودوي سيريالي اللي هو من الحبوب اون بواسون مشروبات وعطيت مثال داخل المثال درتو بين قوسين جو ولا لي او شوكولا حليب بالشوكولا دونك الخاتمه تاعي il faut prendre son petit déjeuner avant de commencer la journée اذا لازم ناخذ وجبه فطور الصباح لبدايه ولا قبل بدء اليوم voilà هذه l'importance du petit déjeuner راح تقدر دير بوز باش تكتب الوضعيات التوعيه نروحوا لوضعيه اخرى اللي هي لو رول دي فيتامين اللي هو يقول لك هضر لي على دور الفيتامينات في الجسم لو رول دي فيتامين بور غرانديغ اي ريستي اون بون سونتي هذه تقدر ديرها مع كاع الوضعيات اللي باش نكبر ونكون بصحه جيده نوتر اورغانيزم اورغانيزم قلنا هو لو كور مرادف كور الجسم a besoin d'une diversité d'aliments riches en vitamines. يعني يحتاج لأطعمة متنوعة وغنية بالفيتامينات. Aliments هو غذاء. Diversité يعني تنوع. Riche غني en vitamines. Ah, la phase de questionnement لازم تكون السؤال. Mais quels sont les bienfaits de ces vitamines? ثم هو قال لي في الوضعية تاعي اكتب النص تهضر عليه على les bienfaits de دي فيتامين هي فوائد الفيتامينات في الجسم الوغ لي فيتامين جو ان رول تري امبورطون
ولا تريز اسونسيال ولا انديسبونسابل دون نوتر كرواسونس، يعني يلعب دور مهم جدا لنمونا. كرواسونس اللي هو النمو. وعطيت امثله، دائما لازم تحطوا دي زيكزومبل، فيتامين ا، فيتامين او، فيتامين سي، ا كي سون انديسبونسابل بور لو بون فونكسيونمون دو نوتر كور. كي سون، شكون هما هاد لي فيتامين؟ سما هادي سون ريلاتيف. كي سون انديسبونسابل اللي هي مرادف امبورطون بور لو بون فونكسيونمون دو نوتر كور. قال لك هاد الفيتامينات تعتبر ضروريه انديسبونسابل لحسن سير العمل الجسم تاعنا. ال، شكون هي ال؟ لي فيتامين، تكرار باش تفاداو التكرار. الاد تساعد اوسي على برودكسيون دينيرجي، تساعدنا في انتاج الطاقه، قلنا الانرجي هي الطاقه. لوت كونتر لي انفيكسيون، لوت يعني تحارب كونتر لي انفيكسيون الالتهابات، اي روتارد لو فييسمون تاخير الشيخوخه، فييسمون هو الشيخوخه. دونك عطينا اهميه تاعها، قلنا باللي تشارك في لا كرواسونس تاعنا، قلنا لو بون فونكسيونمون دو نوتر كور، تاني لا برودكسيون دينيرجي، لوت كونتر لي انفيكسيون اي روتارد لو فييسمون. كملنا الاهميه، نروحوا للخاتمه. دونك il faut manger des plats qui contiennent des vitamines، لازم ناكل وجبات او اطباق تحتوي على فيتامينات، هذا لو رول دي فيتامين. اخر وضعيه la soupe aux légumes، غادي يعطيك ثاني وضعيه، يقول لك اكري ان كور تكست دون لوكال تو اكسبليكرا باغ اكزومبل لي بيان في فوائد la soupe aux légumes، حساء الخضر. دونك لازم نعطي تعريف، وقلنا نعطوه ب اي. la soupe aux légumes واش هو؟ هو طبق، اي ان بلا ولا وجبه، ان روبا بريسيو اي بينيفيك، بريسيو يعني قيم ومفيد pour notre santé، لصحتنا. مي كيل سون سي بيان في؟ الوغ حاجه كي تكون مفيده نقول بينيفيك، حاجه كي تكون مضره نقول موفيز pour notre santé، يعني لعبوا بالكلمات. مي كيل سون لي بيان في؟ لا فاز دو كيسيونمون، سؤال. الوغ لا سوب اي ريش ان فيتامين، اول شيء لي بيان في تاعها هي غنيه بالفيتامينات، وحنا لازم الجسم تاعنا لازم له دي فيتامين. ال كونتيان دو، واش عندها؟ دو فير، الحديد، كالسيوم، الفوسفور، فوسفور، فيبر اللي هما الالياف، اي دي مينيرو اللي هما المعادن. انو فاسيليت، واش تعطينا تاني؟ انو فاسيليت، تسهل علينا لا ديجيسيون اللي هو الهضم، اي نو زيفيت وتمنع ولا نتفادو لو غونفلمون، الانتفاخات، بار سو بلا اي ليجي، لان هذا الطبق خفيف، ليجي هي خفيف. دونك هنا وصلنا لنهاية لا فيديو تاعنا، هضرنا على أغلبية الوضعيات اللي تقدر تجيك في الاختبار بإذن الله، ربي يوفقكم فيه. بعد هذا إن شاء الله نحطوا اختبار للفصل الأول، الاختبار الأول إن شاء الله. دونك كونوا معنا، ما تنساوش لايكي بارتاجي اي ابوني.